دايما بتكون حلوه، خصوصا لما بتكون باسم مصر. كلنا بنبقى فرحانين، كلنا بنبقى مبسوطين بعيدا عن كل بقى الاجواء اللي كنا بنعيشها خلال الفترات السابقه، ولكن اجواء كان كلها احباط من كره القدم المصريه بالنسبه للمنتخبات. يجي المنتخب الاولمبي الحقيقه ويعمل لنا حاجه جميله جدا وحاجه رائعه. خلوني ارحب بضيفي في هذه الفقره دكتور احمد ثابت، اهم الارقام والاحصاءات الخاصه بهذه المباراه. الف مبروك يا دكتور احمد. الله يبارك فيك يا كابتن اسلام، وبصراحه الف مبروك لمصر ولاعيبه رجاله وجهاز فني، وبصراحه يعني اداء مشرف جدا للكره المصريه، قمه الرجوله وقمه يعني. النهارده انت اقوى خط هجوم في البطوله، بتسجل ال11 اول مره في تاريخ مصر، أو يعني أول مرة في منتخب في نسخة واحدة يسجل 11 هدف. كمان البطولة دي أول بطولة في تاريخ مصر، كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة احنا عمرنا ما حصلنا عليها. أول مرة كمان الفريق المضيف في البطولتين اللي فاتوا اللي اتعملوا، الفريق المضيف اللي هو المضيف البطولة هو اللي يحصل عليها. صح. فدي بصراحة أرقام كويسة جدا، لعيبة وجهاز فني شرفوا مصر. بالتاكيد تحيه كبيره لكابتن شوقي غريب بصراحه على الاداء، وعلى يمكن النهارده هي المباريات ديت النهائيات بتعترف بالنتيجه اكتر. كسبت وخدت البطوله أكتر يعني من الاداء. كسبت وخدت البطوله ووصلت اولمبياد طوكيو، ما هو المطلوب اكتر من كده؟ مثل هذه المباريات اكسب وخلاص. المكسب بالظبط، دي يعني زي ما قلنا قبل كده في الجزائر والسنغال، الجزائر ما لعبتش وخدت البطوله. أيوه. السنغال كانت افضل، والجزائر تكتيكت اشتغلت شغل تكتيك اكتر وفازت بالبطوله. نفس الكلام، التاريخ مش تكتيك، تكتيك. طيب. التاريخ مش هيذكر في يعني في المباريات ديت غير مين اللي اخذ اللقب. بصراحه رمضان صبحي لعيب يعني، لا انا انا اعتقد ان ارقام رمضان صبحي المره دي هتبقى، انا جايب ارقام في حتة البطوله تاني. كلها بقى هتبقى في حته ثانيه، رمضان على البطوله كلها عن ارقام يعني. على البطوله كلها رمضان بصراحه لاعب يعني، احنا قلنا من اول مباراه لعيب مهم جدا جدا واهم لاعب في المنتخب، والنهارده حصل على افضل لاعب في البطوله، اكتر لاعب مساهم في اهداف في البطوله رمضان صبحي. يمكن هو لاعب 480 دقيقه احرز 3 اهداف، ثاني هداف البطوله بعد مصطفى محمد، وصنع هدفين. يعني مساهم في كام هدف؟ مساهم في 5 اهداف. أيوة. 3 و2 احرز 3 اهداف وصنع 2، يعني مساهم في كام؟ في 5. اكتر لاعب مساهم في اهداف، وبالتالي حصل على افضل لاعب في البطوله. مش بس كده، ده اكتر لاعب قام بمراوغات ناجحه، 23 مراوغه ناجحه في 5 مشاركات في 5 مباريات. صنع فرص لزملائه 11 فرصه، قطع الكوره 28 مره، حصل على 4 اخطاء. بالتاكيد رمضان يستحق بكل تأكيد أفضل لاعب في البطولة على مستوى المباريات كلها، يعني لعيب بكل تأكيد يعني بصراحة زي ما قلنا قبل كده هو بابا نويل لمنتخب مصر ده بصراحة. بابا نويل كرة القدم المصرية الجديد ده رمضان صبحي بصراحة، يعني لعيب مهم جدا، وربنا يحميه ويحرسه كده للنادي الأهلي والمنتخب مصر يعني إن شاء الله. رمضان صبحي يعني خلاص بدون منافسة الحقيقة بدون في هذه منافسة المباراة. وفي البطولة الحقيقة البطولة بالكامل. النهاردة برضو في المباراة اللي قدم مباراة كويسة جدا كريم العراقي، كريم العراقي احنا اتكلمنا في قبل المباراة. انا كان نفسي النهاردة كريم ياخد افضل لاعب في المباراة. في المباراة هو رمضان اللي خدها. هي بتفرق عشان التوقيت الحاسم، يعني احنا لو بصينا برضو على رمضان شخصية اللاعب الكبير بتبان في التوقيتات الكبيرة. ايوه. يعني رمضان في مباراة غانا سجل هدف التعادل في الدقيقة 82 لمنتخب مصر. المباراة غانا دي اللي هي خلتنا نوصل 6 نقط. مباراة جنوب افريقيا في نص النهائي هو اللي جايب ضربة الجزاء في الدقيقة 59 اللي فتحت المباراة. مظبوط. المباراة النهائية في الدقيقة 114، وبالتالي شخصية اللاعب الكبير بتبان في المباريات الصعبة، الشخصية دي موجودة في رمضان صبحي اللي مستمدها من شخصية النادي الأهلي، قائد بصراحة رغم صغر سنه، لأن أنتوا تحس إن هو قائد كبير جدا، رمضان صبحي لاعب من طراز فريد. اللعيب الثاني برضو النهارده كريم العراقي قدم مباراه زي ما اتكلمنا ان الجبهه اليسرى عندهم ثغره واضحه جدا، كريم العراقي قدم مباراه كبيره جدا، مكسب كبير جدا بصراحه. يمكن هو الهدف ده تتويج ليه لمجهوده على البطوله، يمكن الناس كانت مش واخده بالها من دوره او البعض. كل حلقه الحقيقه كنا دايما احنا بنشيد بيه، ولكن ممكن البعض ما يكونش مستنيه يسجل هدف عشان يبان، عشان ياخد اللقطه اكتر. فكريم العراقي بصراحه توج، يمكن ارقامه النهارده يمكن هو اكتر لاعب لما باك يمين يعمل اكتر يروح على الجون 4 محاولات، دي ارقام مميزه، دليل ان هو كان واخد تعليمات هجوميه واضحه من كابتن شوقي غريب، عامل 4 محاولات منهم 2 صح، صنع فرصه، عامل 5 عرضيات، قطع الكوره 12 مره، فارقامه ممتازه جدا. ده كريم العراقي. الاثنين الارتكاز مكسب كبير جدا لمنتخب مصر الاول وللنادي الاهلي، اكرم توفيق وعمار حمدي.
دور مهم جدا. بالنسبه لي عمار حمدي لمفاجاه كبيره جدا. عمار حمدي رغم صغر سنه مفاجاه، لانه بيلعب وجهه نظري انه بيلعب في مكان غير مكانه، وبيؤدي بمنتهى الروح القتاليه العاليه، كانه بيلعب في المكان ده بقاله 100 سنه. مكسب كبير جدا. وفايلر اعتقد هيحط عمار حمدي في حساباته، خاصه كمان ان احنا في منطقه الارتكاز في النادي الاهلي هنا محتاج واحد زي عمار حمدي. فعمار حمدي بالتاكيد هيخش في حسابات النادي الاهلي في التشكيله في الفتره الجايه. يمكن لو بصينا على ارقام اكرم توفيق وعمار حمدي مقارنه كده ما بينهم، نبص على ان اكرم توفيق الاثنين طبعا لعبوا 120 دقيقه، دقه تمريرات اكرم 91% القصيره، عمار حمدي 90%. عمار طلع يعني تقريبا 11. عمار لعب 108 108 مش 120، 108. اكرم توفيق 120، دقه تمريراته القصيره بتاعت اكرم 91%، بتاعت عمار 90%، التمريرات الطوليه لاكرم 5 تمريرات طوليه، عمار حمدي واحده، قطع الكوره الاثنين 17 اكرم توفيق وعمار حمدي 14، استعادت الكوره الثانيه 12 لاكرم توفيق و6 لعمار حمدي، المراوغات الناجحه الاثنين 2، صنع فرص للزملاء واكرم كمان صنع فرصتين، عمار حمدي صنع فرصه، المحاولات على المرمى لعمار 1، حصل على اخطاء عمار حمدي 4، فالاثنين ممتازين جدا. يمكن اكرم توفيق قدم بطوله عظيمه واستحق بصراحه افضل لاعب وسط في البطوله على مدار الخمس مباريات، دور مهم جدا في عمليه استخلاص الكوره واستعاده الكوره الثانيه لمنتخب مصر، دور دفاعي مهم جدا. وكمان اكرم نضج، كنا زمان نقول عليه ان هو بيعمل فاول في اي حته، لا، حته التهور اللي كانت عنده دي بصراحه ما عادش موجوده خالص، معدل ارتكابه الاخطاء قل بشكل كبير جدا، مجهود الورك ريت بتاعه رهيب عالي جدا، بقى كمان الدور الهجومي والتمرير الطولي بتاع اكرم توفيق ممتاز جدا. اكرم بصراحه مكسب كبير جدا. ليه بقى يا احمد؟ عشان اكتسب الخبرات ولعب. ليه اكتسب لعب؟ لعب. دي نظره النادي الاهلي ولجنه التخطيط والمشرف على الكره في النادي الاهلي، عملوا ايه؟ قال لك طلع اللعيبه دي تلعب. طلع اللعيبه دي تلعب، هتعرفوا القيمه دي بعدين، ودينا بنشوف اللعيبه دي بتلعب. اللعيب لما بيلعب في الجونه واخد حتى هو كان باين عليه التطور في بدايه الموسم مع الجونه، لما لعب كمان بطوله زي دي ويلعب تحت ضغط جماهيري، اعتقد لما يرجع السنه الجايه للنادي الاهلي هيبقى مكسب كبير جدا في وسط الملعب للنادي الاهلي. عمار حمدي زي ما قلنا بيحصل على اخطاء كتير، لعيب كمان راجل بتلاقيه بيلتحم التحامات رغم صغر جسمه، ولكن هو لعيب مهم جدا، بيجيب فاولات، عمليه الربط ما بين الدفاع والهجوم هو اللي دايما كان ماسكها، واصابه ناصر ماهر فرقت مع عمار حمدي، رب ضاره نافعه عند بعض الناس. يعني عمار حمدي لما من اول ما اخذ الفرصه فرق كتير جدا، واعتقد ان هو هيكون ورقه رابحه عند فايلر في الفتره المقبله. برضو احمد رمضان بيكهام قدم بطوله مهمه جدا، لعيب جوكر، لعيب كورته حلوه جدا، بيعرف يحضر الهجمه بشكل ممتاز جدا، عمليه قطع الكرات مهمه جدا، في نفس الوقت كابتن شوقي غريب يحطه كمساك طول البطوله، هو المسؤول بناء الهجمه، هو اكتر لاعب عامل تمريرات في الخط الخلفي، وبعد كده لما يحب يامن او يحب يعمل عمليه كثافه عاديه في وسط الملعب يقوم مدخله في وسط الملعب وينزل محمود الجزار مكانه كمساك، التغييره اللي احنا شفناها على مدار البطوله. وبالتالي احمد رمضان بيكهام بصراحه بيستحق التحيه على ادائه. محمد عبد السلام برضو انا شايفه رغم ان هو ليه بعض الاخطاء، يعني مثلا بعض المباريات يعني النهارده ارتكب برضو فاول الماتش اللي فات ضربه جزاء، ولكن قدم الشوط الثاني من بدايه الشوط الثاني قدم مباراه كويسه جدا، يعني مش عايز الناس تظلمه مثلا في لقطه او بتاع النهارده كان ممكن يرتكب فاول، الماتش اللي فات ممكن ضربه جزاء، هو بيلعب سيد باك على فكره يعني ستوبر، فبالتالي هو ممكن جدا يرتكب فاولات، ولكن بصراحه النهارده في الشوط الثاني برضو يستحق التحيه على ادائه. اسامه جلال افضل مدافع في البطوله بصراحه، اسامه جلال يستحق التحيه، مكسب كبير جدا لإنبي، واعتقد ان هو بعد البطوله ممكن يحترف، يعني اسامه جلال تحديدا كل ماتش كان بيخرج اكتر لاعب قاطع للكرات سواء رقم واحد او رقم اثنين اسامه جلال. محمد صبحي حارس منتخب مصر يمكن هو اخذ افضل حارس في البطوله، برضه حارس مكسب لنادي الزمالك، وزي ما قلت حضرتك اللعب بيفرق مع اللاعب. طبعا طبعا يعني من مباراه اخرى يعني هو غلط في الكره اللي جت تتمسك، لكن عمل سيف، انا بشايف ان هو ياخد افضل انقاذ في هذه البطوله اللي هي الثانيه خبطت في رجله فيه وبعد كده شالها، وبعدين خبطت في ايده انا اسف، وبعد كده طلع بمنتهى الرجوله وبمنتهى حاجه كانت يعني جميله جدا، خاصه كمان مع حارس المرمى، يعني لعب المباريات مع حارس المرمى يفرق كتير جدا ويطوره بشكل كبير جدا. كلمنا برضو احمد ابو الفتوح النهارده، عمل يمكن احمد ابو الفتوح قدم بطوله كبيره جدا، ولكن عيبه الوحيد بس النهارده او السلبيه الوحيده في ادائه كانت ارتكاب الاخطاء، ارتكاب الاخطاء حوالين منطقه الجزاء، منها جه هدف التعادل لمنتخب كوت ديفوار. اكرم يعني احمد ابو الفتوح عنده 2 اسيست، بيتصدر قائمه الاسيست في البطوله مع رمضان صبحي، وبالتالي احمد ابو الفتوح قدم مباراه كبيره وكون جبهه قويه جدا في خلال البطوله مع رمضان صبحي. اتكلمنا على كريم العراقي وقلنا واحد من نجوم المباراه، اكرم توفيق وعمار حمدي كذلك، عبد الرحمن مجدي بالنسبه لي اكتشاف في البطوله دي،
كابتن شوقي غريب بصراحة اكتشفه. يمكن كلنا كنا متوقعين ان طاهر محمد طاهر هو اللي هيبدأ ويعتمد عليه لما حصلت الإصابة وبدأ بصلاح محسن. عبد الرحمن مجدي اكتشاف مهم جدا، يمكن هو عنده بعض الحاجات اللي محتاجه تطوير بس في حته ايه اللمسه الاخيره. عبد الرحمن مجدي لمسته الكره حلوه جدا، ولكن اعتقد لو هو معاه مدرب كمان لما يروح فرقته معاه مدرب مميز زي فايلر كده في النادي الاهلي، اعتقد ان هو ممكن يطور منه من عبد الرحمن مجدي. برضو مصطفى محمد هداف البطوله، استحق التحيه على البطوله اللي قدمها، اخذ هداف البطوله برصيد 4 أهداف بصراحه يعني. كذلك صلاح محسن لما نزل النهارده كان احسن من المباريات اللي فاتت، اضاع بس ده طبيعي، احسن من المباريات اللي فاتت بصراحه. راح على الجون على الاقل في محاولات في روح، حتى بدايه الهدف بتاع الفوز هو كان كريم العراقي لعبها لصلاح محسن، صلاح محسن لعبها لاحمد ياسر ريان ورمضان تابعها. فبالتالي محمود الجزار لما نزل قدم برده بعض اللمحات كده ان هو عنده قدرات دفاعيه ممتازه جدا، وكان ممكن يكون برده مفيد مثلا مكان محمد عبد السلام في بعض المباريات. وبالتالي مكسب كبير جدا للجونه على مدار الموسم ده، ومكسب للنادي الاهلي على نهايه الموسم. دكتور احمد انا بشكرك شكرا جزيلا والف الف مبروك. شكرا لحضرتك والف مبروك لمصر، وان شاء الله كده ايه تستمر الافراح بتاعت مصر باذن الله يا رب. انا بشكرك.